بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ملاك الرب بشر مريم العذراء السلام عليك يا مريم يا ممتلئه النعمه الرب معك، مباركه انت في النساء ومبارك ثمره بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسه مريم يا والده الله صلي لاجلنا نحن الخطا ها انا امه الرب. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا. الكلمة صارت جسدا وحل فينا. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. لنصلي. نسألك يا رب أن تفيض نعمتك على عقولنا لكي نكون نحن الذين ببشارة الملاك قد عرفنا تجسد المسيح ابنك، نهتدي إلى مجد القيامة بآلامه وموته بحق المسيح ربنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. صلاة للروح القدس. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك، هلما يا أبا المساكين، هلما يا معطي المواهب، هلما يا ضياء القلوب، أيها المعزي الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية، أيها النور الطوباوي، املأ باطنا قلوب المؤمنين، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، اضرم ما كان باردا، دبر ما كان حاقدا، اعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين. فعل الندامة. يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين. أيتها البتول الكلية الرأفة، سيدتي إني أقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس، فأسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبليني في شركتهم وتقبلي مني هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله الحق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء
وتجسدا من الروح القدس وولدا من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، نقر ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة الحقيقية. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين الحكام والمسؤولين وانصرهم بالحق على أعدائهم، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. اللهم رد الضالين منا إلى وحدة الكنيسة ونور عقول المؤمنين بنور الإنجيل. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دار الآمين. أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتي المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي، آمين. السر الأول القيامة، ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. قدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا ولدت الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي الساعة السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء
ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الآبرين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا وارحمنا، نجينا من نار جهنم والمطهر، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، وارحم أنفس الموتى المؤمنين. آمين. السر الثاني الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. مباركة أنت في النساء،
أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن فقط الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى أبد الآبرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا وارحمنا، نجنا من نار جهنم القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا
المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلى نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمر بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلى نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمر بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا السلام عليك يا مريم يا ممتلى نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمر البطن سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلى نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمر البطن سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلى نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمر بطن سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا لا نعم، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمر البطن سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلى نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمر البطن سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، اغفر لنا خطايانا وارحمنا ونجينا من نار جهنم والمطر، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي في أكثر حاجة إلى رحمتك، وارحم أنفس الموتى المؤمنين، آمين. السر الرابع، انتقال مريم العذراء إلى السماء. ثمرت هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدتيه لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا
القديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطى الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطى الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطى الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطى الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطى الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد الآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر يا يسوع الحبيب اغفر خطايانا وارحمنا نجنا من نار جهنم والمطهر وخذ الى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي باكثر حاجه الى رحمتك وارحم انفس الموتى المؤمنين امين. السر الخامس تكليل العذراء. ثمرت هذا السر تكريم السيدة العذراء. قدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدتيه لما تكللت بالمجد سلطان على السماوات والأرض. أبانا الله
الخطر الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلعة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطر الآن وفي ساعة موتنا آمين. تلك التي هي بأكثر حاجة لرحمتك، وارحم أنفس الموتى المؤمنين آمين. السلام عليك أيتها الملكة أم الرحمة والرفة، السلام عليك يا حياتنا ووالدتنا ورجانا، إليك نصرخ نحن المهديين أولاد حواء، ونتمهد نحوك نائحين وراكين في هذا الوادي وادي الدموع. فاصغي إلينا شفيعتنا، وتعطفي بنظرك الرؤوف نحونا، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا شفوقة يا رؤوفة يا مريم البتول الحلوة اللذيذة آمين. اذكري يا سيدة عذراء فاطمة ذات القلب الأطهر، اذكري السلطان غير الموصوف الذي منحك إياه ابنك الإلهي على قلبه المجهود له. وإذ نحن واثقون ملء الثقة باستحقاقاتك نوافيك بنا حمايتك، فيا أيتها الأمينة السماوية لقلب يسوع ذاك القلب الذي هو ينبوع النعم الدائم الفيضان، والذي يمكنك أن تفتحيه كلما شئت لتفيدي على البشر ما يحويه من كنوز الحب والرحمة والنور والخلاص، نتوسل إليك تمتحين العطايا التي نطلبها بإلحاح. نطلب منك يا ربنا أن تشفينا من وباء كورونا بشفاعة أمنا العذراء سيدة فاطمة. حاشا لك يا مريم أن تحرمينا سؤالنا، وبما أنك يا سيدة العذراء فاطمة اقبلي صلواتنا برضوانك الوالدي واستجبينا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك،
مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين. يا عذراء سيدة فاطمة صلي لأجلنا. يا عذراء سيدة فاطمة صلي لأجلنا. يا عذراء سيدة فاطمة صلي لأجلنا. تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق معاينة المسيح. Thank you.
السادس من موسم الصوم، المسيح راعيا صالحا يسهر على قطيعه ويبسط ذاته ليحفظه ويبعده عن كل أزمة ويعتني به ويغذيه. ونجيل اليوم نداء يوجهه المسيح الراعي الصالح إلى كل مسؤول في الكنيسة ليوظف مسؤوليته في سبيل إسعاد الناس بعيدا عن كل مصلحة شخصية. نستمع إلى كلمة الله تعلى لنا من خلال ثلاثة قراءات. القراءة الأولى من سفر يشوع بن نون تصف إنجاز الرب وعده، والثانية من رسالة إلى أهل الأمية تدعو إلى عيش المحبة من خلال العلاقات اليومية، والثالثة من إنجيل يوحنا تنقل لنا خطاب يسوع الراعي الصالح إنه تشبيع الله الراعي الأبدي كما جاء في سفر المزامير. انصتوا إلى قراءة من كتاب يشوع بن نون بلد الجزائر. وأعطى رب إسرائيل كل الأرض التي أقسم أنه يعطيه لآبائهم وفوارثوها وأقاموا بها، وأراحهم الرب من كل جانب بحسب ما أقسم لآبائهم، ولم يثبت أمامهم أحد من أعدائهم، بل أسلم الرب جميع أعدائهم إلى أيديهم، ولم تسقط كلمة واحدة من جميع كلام الخير الذي كلم الرب به آل إسرائيل، بل تم كله كلام الرب. بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس.
سلام ونعمة مع الجميع اللي موجودين معنا دلوقتي في قداس الأحد السادس من زمن مصر. طبعاً غالبية الكنائس وقلناها كنيستنا الكردانية بيحتفلوا النهاردة بأحد السعدين أو أحد الزعف أو أحد الشعان، لأن إحنا كنيستنا عادة بتمشي حسب التقويم الجريجورياني، وبعض الكنائس حسب التقويم اليولياني المسمى بالقديم. وإحنا هنا في مصر عشان نبين الوحدة ونطبقها على أرض الواقع بنحتفل بالأعياد مع أخوتنا الأرثوذكس. فطبعاً دي حاجة حلوة عشان نبين بأنه إحنا واحد وإحنا منتمي لقضية الرعية، رعية الخراف اللي بتسمع فقط صوت الراعي لما يجي يدخلنا ويدخلنا إلى حضره. طبعاً مع الأسف بتجيلنا وبتواجهنا حاجات كتيرة ومواقف كتيرة وتصرفات من ناس كتيرة ما تعكسش واقع الإيمان المسيحي والأخلاق المسيحية السليمة. دي حاجة جاية في الإنجيل النهاردة عشان المسيح قال أنا جيت عشان دينونة العالم، عشان أخلي اللي ما يشوفش يشوف، يعني أخلي الأعمى يبصر والبصير يعمى. طب دي حاجة لما المسيح جه لدينونة العالم، إحنا بناخد بقى الخاصية دي ونبتدي إحنا ندين. مرقس قال في رسالته ما تدينوش عشان مش انتوا اللي عندكم الدينونه، ربنا هو اللي حيدين وكل واحد مسؤول عن تصرفاته امام ربنا. ما تكونش حجر عثره لاخوك في اي حاجه، لان كده هتسبب له الخطيه. فلما احنا نسمع في انجيل يوحنا بان المسيح هو الديان وهو فقط الديان، مفيش حد تاني للكل، نيجي احنا ونمارس السلطة دي في الأرض على الناس اللي حوالينا، نقوم احنا ندين، نقوم احنا ناخد دور يسوع، نقوم احنا نلتف حوالين الإيمان والوصايا المسيحية اللي موجودة في الكتاب المقدس بوضوح، برضو موجودة في قوانين الكنيسة وتقليدها المقدس. طيب احنا في الحالة دي لما في ناس كتيرة بيمارسوا حاجات غير سوية بيعملوا خطايا، طب الكنيسة هتعمل ايه؟ هل الكنيسة هتقول لا سيبهم ده ربنا حيدي؟ لا، الكنيسة لها صلاحية بأنه تأمن بأنه تمارس سلطتها، زي ما مرقس عاقب الزاني ارتكب الفاحشة والزنا مع زوجة أبيه فعاقب برغم أنه ما كانش موجود. فالعقاب الكتاب المقدس موجود، لكن جاي إزاي؟ مش جاي بحسب دينونة، لا، جاي بحسب حماية الروح. مرقس قال لما روحه فلتكن يعني إيه سلمها ربنا، لكن جسده يسلم إلى أرواحه وعزله من الجماعة. وبرضو نقرأ في أعمال الرسل بأن مرقس قال للساحر سيمون الساحر بأنه أنت التراهم بتوعك مش هيشتروا الروح القدس ولا القوة اللي إحنا بنعمل فيها المعجزات دي. فبالتالي في دينونة إلهية دي خاصة بربنا وحده له المجد، محدش يقرب منها. وفي تأنيب، تأنيب أرضي لما حد بيعمل خطية. طب مين اللي بيأنب ومين اللي بيفرز غير المؤمن من الكنيسة وبيقول له أنت علشان واحد اثنين ثلاثة عملت؟ نشوف نقرأ بوضوح في إنجيل يوحنا أعدها، والمسيح هو الديان. في رسالة مرقس الرسول
كانت كويسة حتجيب ثمار كويسة، سواء كانت مش كويسة حتجيب ثمار مش كويسة. فبالتالي في الدينونة دي وفي الدينونة دي. ما ينفعش نيجي احنا كبشر ونمارس الدينونة بسلطة مطلقة كأنما احنا الخالق. ما ينفعش، لازم احنا اول حاجة نفهم نستوضح وبعدين بقى نصدر حكمنا. المسيح بيقول إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وتحدث معه، إن لم يصغي فخذ معك اثنين من الأهل، إن لم يصغي فخذ معك من الجماعة، إن لم يصغي فليكن لديك كالوثني والعشار. يعني إيه كالوثني والعشار؟ ما هو المسيح كان بيروح يرجع الوثني ويروح يرجع العشار، لكن ذاك تشبيه بأنه الناس دي في وقتها كانت يعني ايه مش داخله في المجتمع. فالمسيح بيدي الفرصه وبيدي المجال عشان الواحد يتكلم وبعدين يحل مشاكله، ولو ما نفعتش يبقى بقى راجل بعيد عننا ما نقربوش. لكن الغفران ده مربوط وسائل يسوع. لحد كام انا قادر اغفر لاخويا؟ 7 مرات. المسيح قال له 70 مرة 7 مرات، يعني إلى ما لا نهاية. فغفران الخطايا أحسن وأهم بكتير وطبعاً أصعب من الدينونة. يعني أنا بسهولة أقدر في اليوم أدين بتاع 100,000 مرة، ما فيش أسهل من كده. لكن من الصعوبة بأنه أنا أغفر من كل قلبي، من الصعوبة مش سهل بأنه أنا أغفر لأعدائي. عشان كده لما نيجي ونحسب نفسنا من رعية يسوع اللي هو الراعي الصالح اللي هو حيدخلنا بقى لحضره، هل نسمع صوت الراعي الصالح ونعرفه؟ أم نسمع صوت السارق اللي هو الشيطان اللي هو عايز يدخلنا بقى من باب تاني مش يأتي إلى الحضيرة لكن هو باب الملاك؟ نسمع لمين؟ نسمع اللي جاي لدينونة العالم واللي قدامنا الوصايا ان احنا مش من حقنا الدين، ولا نسمع للتاني الروح الشرير الشيطان اللي عايز مش بس يخلينا الدين، لا ده عايز يطلعنا من رعية الراعي الصالح. والراعي الصالح ده اقدم واهم تشبيه بربنا يسوع المسيح. ده في القرن الاول شافوا في الدياميس، يعني المدافن اللي تحت الأرض اللي كانوا المسيحيين بينزلوا يستخبوا فيها أيام الاضطهاد، وكان هناك بيقدسوا. شافوا رسوم للراعي الصالح، ده كان أقرب رسم وأهم رسم وتشخيص ليسوع المسيح قد إيه هو قريب مننا، قد إيه هو بيحمينا، قد إيه هو بيحبنا، قد إيه هو عايز يجيبنا من الباب الخاص بالرعية بتاعته ويدخلنا إلى الملكوت. نطلب دائما من ربنا بأنه يكون لنا النصيب ده ونخش معاه إلى الحياة الأبدية. Oh.
مدينتنا وأهلها، ونقدمه لأجل كل الأوطان والبلدان وكلهم. صل شعوبك بقدرتك من كل الأضرار والآفات والأوبئة والأمراض، وامنحنا أمنك وسلامك الأيام. وارحمنا 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 مار عودير حلاشي قيدنا أمامك الجنان آدمك قبلنا
المسيح رجاؤنا إلى الأبد.